وسط ميدان ابراهيم النقاش ليحيى جبران امام وليد الكردي في الهجوم بديع اوك اسماعيل حداد وايمن حسوني. المدرب هو اسبانيولي جاريدو ثاني مدرب اسباني بتاريخ الواك بعد بينيتو فلورو فيما قيس السواغي اللاعب السابق للاتوال هو من يقود النجم يلعب اليوم حارس مرمى اكبر كرير في الدفاع مرتضى بن والناس صدام بن عزيزة بهاء الدين السلامي واجدي كشريدة والسميدان محمد أمين بن عمار محمد بن تاني أمامه بكل من إيهاب المساكني ياسين الشيخاوي ماهر الحناشي ويقود خط هجوم الفريق الهداف الجزائري كريم العربي. جمهور الإتوال متواجد في ملعب رادس يامل أن يشاهد فريقهم من أهلك اليوم ويحقق المطلوب. النجم الرياضي الساحل الأجل